التمرين الثالث ده بيتكلم عن اني اعرف الطفل طويل وقصير. ولما الطفل يوصل لمفهوم كلمة طويلة وقصيرة ابتدي ادخل في الدرس ثلاثي المراحل. وانا وريتكم درس ثلاثي المراحل في محاضرة كاملة، فانا مش هتعرض ليه تاني. تقدروا انتوا تكرروه بقى وتطبقوه مع الطفل مرة تانية لوحدكم. فبعرفه دي طويلة دي قصيرة، دي طويلة دي قصيرة، دي أطول من دي، دي أقصر من دي، لحد ما الطفل يبتدي يستوعب المفهوم، وبعدين ابتدي ادخله في الدرس ثلاثي المراحل. تمرين المتاهة من أجمل التمارين الأطفال بيحبوها، وده ممكن إن أنا أقدمه بشكل فردي أو جماعي. يعني ممكن أعمله individual presentation أو group presentation زي ما تحبوا أو زي ما يكون متاح مع الأطفال أو يكون الجو مناسب حسب الفرص المتاحة ليكم. ده أنا بطلب من الطفل إن هو أخد رأيه الأول. تحب نعمل أوريك تمرين تاني للعصي الحمراء؟ لو وافق فببتدي أقوله طيب لو سمحت من فضلك ساعدني في فرد سجادة العمل. فبيروح الطفل ينتقي سجادة العمل وبيفردها على الأرض بالطريقة اللي اتعلمها. وبعدين بعد كده بقوله ممكن من فضلك تساعدني في نقل الأداة. نبتدي ننقل الأداة مع بعض على سجادة العمل بشكل عشوائي. وبعدين بختار أكبر عصاية وابتدي بيها اعمل المتاهة، ابني المتاهة وابتدي من الخارج للداخل باستخدام اكبر عصاية. ده في الرص في البناء. وبعدين بعد كده او ببتدي من الخارج للداخل بشكل حلزوني وبستخدم اطول عصاية في البداية لحد ما اوصل لاصغر او اقصر عصاية. وبتكون شكل المتاهة اللي هوريها لكم دلوقتي واللي هطبقها بشكل عملي. اهو ده طفل عندي ابتدى فبنى المتاهة. ابتدى هنا دي البداية، ابتدى بأكبر عصاية وبعدين ابتدى يشتغل يبني أكبر عصاية وبعدين الأصغر فالأصغر، وبدأ يشتغل بشكل حلزوني. ابتدينا أطول واحدة أصغر فأصغر فأصغر، دخلنا هنا أصغر فأصغر فأصغر، أهو بدأ في الأصغر وهكذا لحد ما وصل لآخر واحدة. تمام، برافو ياسلين، ما شاء الله عملها بشكل حلو. وحواريكوا بقى التطبيق العملي لطفل آخر عندي. هخلي سلمى إن شاء الله تعمل التمرين وهنشوفه بشكل من الداخل للخارج. المفروض ان هي بتيجي من بره وبتدخل، يعني بتتمرن بتدخل من كده وتمشي بالشكل مع إشارة الماوس كده لحد ما توصل للداخل، وبعدين بتلف وترجع تاني وهكذا لحد ما تخرج. احنا ممكن نطبقها على طفل واحد، ممكن نطبقها بشكل جماعي بحيث الاطفال يقفوا على هيئة صف او يترصوا صف ويبتدي الطفل الاول ياخد طريقه لحد قلب المتاهة، وبعدين يبتدي يخرج من المتاهة واللي يليه واللي يليه وهكذا. ده بيكون مشجع جدا للاطفال. ان شاء الله هوريكم ازاي بشكل عام. هنا في اما بنستخدم اللغة في درس ثلاثي المراحل، وانتوا فاكرين كويس وفاكرين ازاي طبقناه، المرة دي بستخدمه في التمرين الاولاني
طويل وقصير، وفي التمرين الثاني بصيغة المقارنة أطول من وأقصر من، وفي صيغة التفضيل بستخدم كلمة أو مسمى الأطول الأقصر، وبنطبق التمرين زي ما وريتكم قبل كده في تطبيق درس ثلاثي المراحل.
بكده نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضرة، وأتمنى تطبقوا التمارين قدر المستطاع. وأنا بعتذر عن صوتي لأنه صوتي تعبان، فأنا بعتذر جدا لو ما كانش مظبوط. إن شاء الله ربنا ييسر في المحاضرات القادمة يكون اتحسن، وإن شاء الله هستنى حلول الكويز اللي موجود في نهاية المحاضرة، وأمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، وحتى نلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله. كونوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.